الرئيس السيسي يتابع المشروعات القومية بمنطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية ويستمع لمطالب المواطنين هناك. فريق الإغاثة الدولي الثاني التابع للهلال الأحمر المصري يفعل نقطة خدمات إنسانية على الحدود الأوكرانية البولندية. أمام جلسة لمجلس الأمن، موسكو تتهم واشنطن بدعم أوكرانيا بأسلحة بيولوجية، والأخيرة تستنكر الاتهامات. السادسة مساء في القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية بعد ظهر اليوم بمنطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على التوقف لتبادل الحديث مع المواطنين والأسر التي تصادف وجودهم أثناء مروره، وهنأهم الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما استفسر عن أحوالهم المعيشية واستمع لمطالبهم. أهلا بحضراتكم من جديد، ونعود لاستكمال نشرتنا الإخبارية من جولة الرئيس السيسي بمنطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية. ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. مساء الخير أستاذ جميل، تحياتي لك. وكيف ترى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة المشروعات القومية بمنطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية وحرصه على استماع لمطالب المواطنين هناك؟ هو بالطبع كل يوم جمعة الرئيس بيحرص على أنه ينزل إلى الشارع ويتابع المشروعات القومية الكبرى ويتابع المخططات الزمنية للانتهاء من هذه المشروعات، طبعا من طرق، من محاور، من مناطق جديدة أو مدن جديدة بيتم الانتهاء منها أو بيتم تنفيذها. وطبعا لقاء السيد الرئيس طبعا مع المواطنين ده شيء يعني الرئيس دائما وابدا ما يسعى الى الحديث مع المواطنين والنزول اليهم والتحدث عن مشاكلهم وما يرغبون فيه، وطبعا يهنئهم في بمناسبه اقتراب شهر رمضان المبارك. فطبعا بالطبع نزول الرئيس ووقوفه مع المواطنين للتعرف على المشاكل، ان هو يبقى متابع ما يحدث داخل الشارع، لا ينتظر الرئيس تقارير تصل اليه، بل هو بنفسه بينزل الى الشارع وبيتعرف من المواطنين على كل مشاكلهم. وبالطبع زي ما احنا بنشوف هي بطريقه عشوائيه، المواطنين بيبقوا متواجدين والرئيس بيتحدث معاهم وهم كمان بيطمئنوا لوجود الرئيس بجانبهم واستماع الرئيس لشكواهم او استماع الرئيس الى مطالبهم.
كل ده طبعا ده شيء مهم جدا بيحرص عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما. الشكر الجزيل طبعا للأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام، شكرا جزيلا لك. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ضبط الأسواق ومواجهة كافة أشكال الاحتكار، نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء في الاستجابة لعدد كبير من شكاوى المواطنين في هذا الشأن، وذلك من خلال التعاون مع الوزارات والمحافظات ومختلف الأجهزة والجهات الحكومية خلال الأيام الماضية. وفي بيان له أكد مدير المنظومة طارق الرفاعي أن المنظومة واجهت محاولات بعض التجار لاحتكار بعض أنواع السلع وحجبها، وكذلك بيع بعض المنتجات غير المطابقة للمواصفات استغلالا للأحداث العالمية الراهنة، مشيرا إلى أن المنظومة قامت بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بالتعامل مع شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من شائعات بشأن صدور قرار بوقف برنامج تكافل وكرامة نتيجة لوجود عجز بالموازنة العامة للدولة 2021-2022. وأكد المركز الإعلامي انتظام صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لكافة المستفيدين بشكل طبيعي على مدار العام طالما تتوفر بهم جميع شروط الاستحقاقات. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لضبط الأسواق، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 133 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 357 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 140 طن سلع غذائية من دقيق وزيت طعام وسكر وأرز ومكرونة، وكذلك ضبط 3400 طن دقيق مدعم في مجال الاستيلاء على السلع المدعمة، وضبط ما يزيد عن 113 طنا في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية، فضلا عن ضبط 10 أطنان أسمنت في مجال حجب مواد البناء. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد التي تدخل يومها الرابع وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء احتياجاتهم من السلع المختلفة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بنسب تخفيض تصل إلى 60%. فرح بلدنا كمان وكمان. مبادرة كلنا واحد مبادرة مهمة عشان توفر السلع بأسعار أرخص. المبادرة الأسعار فيها حلوة جدا 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 جدا. فأنا عن نفسي كمواطن والله عايز على طول. ربنا يخلي لنا الريس ويرخص لنا كل حاجة، وهنا أحسن من بره. وفضل ونعمة من ربنا. تتوالى ردود الأفعال الإيجابية حول مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي أطلقتها وزارة الداخلية في مرحلتها 22 بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لتوفير السلع بأسعار مخفضة في ظل نجاحها في الوصول إلى المواطنين على مستوى الجمهورية. صراحة في تخفيضات يعني عن برة، حتى في السكر مثلا برة ب13 هنا ب10.5، فيعني في فرق. في الزيت برضو كذلك الأمر في فرق. نشكر الرئيس على المبادرة الجميلة ديت، ومبادرة حلوة، وياريت على طول طول السنة المبادرة، والأسعار جميلة جدا جدا جدا. ومع تواصل فعاليات المبادرة يزداد إقبال المواطنين على شراء السلع بتخفيضات تصل إلى 60%. مبادرة جميلة جدا تبع يعني تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعني هو مشكورا بيساعدنا وواقف معانا وجنبنا، ربنا يخليه ويبارك لنا فيه. تتسابق السلاسل التجارية التي يصل عدد أفرعها إلى 993 فرعا بكل المحافظات على طرح منتجاتها بجودة عالية وبأسعار مخفضة في إطار المبادرة، وهو ما تؤكد عليه اللافتات الموضوعة على السلع المعروضة. هي المبادرة كويسة جدا، بسم الله ما شاء الله، والأسعار مختلفة عن بره بكتير. أنا شايف يعني من بعض الأوقات كده الأسعار هنا تقريبا النص. فرح بلدنا كمان وكمان، طيبة ولاد بلدك بتبان، متشافة هي مش بس كلام، شوف قد ايه في قلوب حواليك،
تنتشر الشوادر والمنافذ والسرادقات بكل المحافظات والتي أقامتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع كبار الموردين والتجار، وتشهد وفرة في المعروض من السلع بكافة أنواعها وإقبالا من المواطنين عليها، فضلا عن المنافذ المتحركة التي تمثلها قوافل السيارات الموجهة إلى المناطق الأكثر احتياجا ليستفيد منها المواطنون من قاطين تلك المناطق. سعادة الرئيس اللي هو بيعمله ده معانا الله يبارك له، الله يكفيه شر المرض اللي هو بيعمله معانا ده، وخلينا دي رخيص، ومخلينا الرز رخيص، ومخلينا السكر رخيص. احنا بلدنا كويسه والله، يعني زازت 800 ب34 وب32، هنا جايبه ب27 جنيه. وتحيا مصر، تحيا السيسي. منافذ امان الثابته والمتحركه حرصت على المشاركه في فعاليات المرحله 22 من مبادره كلنا واحد في ظل انتشارها في كل المحافظات بمنتجات تتسم بالجوده العاليه، اضافه الى اعداد عبوات تحتوي سلع اساسيه تباع بتخفيضات تصل نسبتها الى 50%. كرتونه فيها كل حاجه، سكر وزيت وسمنه وشعريه ورز وكل حاجه. نحب نشكر فخامه الرئيس ان هو حس بالناس وحس بشعب مصر وخفف عليهم الظروف اللي موجوده. يعني الحاجه كلها جوه ممتازه واسعارها حلوه جدا، الرز والمكرونه والسكر وكل الحاجه واليميش كمان اسعار حلوه قوي. والله يا ريس بقول له يعني تشكر على الاسعار اللي انت بتعملها والخدمه اللي انت بتقدمها للمواطنين واللمسه الجميله اللي انت بتقدمها كل رمضان لكل مواطن مصري. وتتكامل بذلك جهود وزاره الداخليه مع جهود الدوله نحو تخفيف الاعباء عن الاسر المصريه وتوفير متطلبات البيت المصري باقل تكلفه ممكنه في ظل المتغيرات الدوليه والمحليه التي تؤثر على اسعار السلع. تأتي مبادرة كلنا واحد في مرحلتها 22 والتي تطلقها وزارة الداخلية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل المتغيرات المحلية والدولية. تستطيع هذه المبادرة أن تلبي احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. استقبلت مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطنين لليوم الرابع على التوالي ولمدة شهر بكافة مدن البحر الأحمر لتوفير سلع مخفضة للمواطنين، وشهدت المنافذ إقبالا كبيرا من المواطنين الذين حرصوا على التوافد لشراء المستلزمات بأسعار وصلت نسب التخفيض فيها إلى 60%، حيث تتوافر الشوادر بكافة المستلزمات لاسيما السلع الاستراتيجية الأساسية التي يحتاجها المواطنون مثل اللحوم والأرز والمكرونة والسمنة وغيرها من السلع الأخرى. وأكد عدد من أصحاب السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة حرصهم على المشاركة وتقديم يد العون للمواطنين في إطار الشعور الوطني ومساعدة الغير ومحاولة منهم لمنع أي ممارسات احتكارية. وفي محافظة الإسماعيلية شهدت معرض أهلا رمضان إقبالا كبيرا من المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة، حيث بلغ عدد المعارض 12 معرضا. وأكد محافظ الإسماعيلية شريف بشارة أن المعارض تضم كافة المنتجات الغذائية بتخفيضات تجاوزت 30% وبأسعار أقل من الأسواق، كما تم توزيع المعارض على أنحاء المحافظة حيث يتوفر معرض بكل مركز ومدينة بالتنسيق مع مديرية التموين والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة. يتوجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى إلى مدينة بالي الإندونيسية، ويأتي ذلك للمشاركة في أعمال الجمعية 144 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة والمقرر عقدها خلال الفترة من 20 حتى 24 من مارس الجاري. ومن المقرر أن تعقد خلال هذه الاجتماعات الدورة 209 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، كما سيلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة البرلمان المصري بشأن موضوعات المناقشة العامة للجمعية حول الوصول إلى صفر انبعاثات، حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ، كما ستشهد مشاركة الوفد البرلماني المصري نشاطا مكثفا في اجتماعات اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي مثل اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، والتي ستناقش موضوع إعادة التفكير وإعادة صياغة نهج الإسلام بهدف تعزيز السلام الدائم.
سلم وزير الخارجية سامح شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، وذلك في مستهل زيارته الحالية لإندونيسيا في ثالث محطات جولته الأسيوية. هذا وتناولت الرسالة مجمل موضوعات التعاون الثنائي وأطر التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها بما يتناسب مع تطلعات البلدين، فضلا عن تناول الجهود الجارية للإعداد للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي COP27. وخلال اللقاء أعرب شكري عن تطلع مصر لإعطاء المزيد من الزخم لكافة أوجه العلاقات بين البلدين، وكذلك أهمية مواصلة التشاور بين البلدين على ضوء الرغبة في تنسيق المواقف بما يتناسب مع تطلعات الشعبين الصديقين وحجم المصالح المشتركة بين البلدين. مشاركة السيد الرئيس سوف تعزز من أوجه النجاح مخرجات هذا المؤتمر، خاصة بصفتي كرئيس لمجموعة الـ20. مصر وإندونيسيا يتمتعان بعلاقات قوية تاريخية وثقافية استمرت لعقود. كلا الدولتين حظيا بتجربتين تاريخيتين، كلاهما كافحا من أجل الاستقلال، دشن التضامن الأفرو آسيوي وأسس معا حركة عدم الانحياز. مصر وإندونيسيا يعملان بازلين كل الجهد لتحقيق التنمية والرخاء لشعبيهما. نحتفل هذا العام بذكرى مرور 75 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا. وقع وزير الخارجية سامح شكري مذكرة تفاهم مع نظيرته الأندونيسية خلال زيارته إلى إندونيسيا ضمن جولته الأسيوية. وأوضحت وزارة الخارجية أن مذكرة التفاهم تهدف إلى إنشاء اللجنة المشتركة بين مصر وإندونيسيا. كما وقع وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة البيئة والغابات الإندونيسية سيتي نوربايا بكار على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة بين البلدين. كان شكري قد عقد في وقت سابق مباحثات مع وزيرة البيئة الإندونيسية، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى جاكرتا. نجح فريق الإغاثة الدولي الثاني التابع للهلال الأحمر المصري في تفعيل نقطة الخدمات الإنسانية في معبر ماتكا على الحدود الأوكرانية البولندية. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على عودة المواطنين المصريين العالقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية. وتأتي الخطوة عقب جهود وزارتي التضامن الاجتماعي والخارجية، وكذلك التنسيق مع الصليب الأحمر البولندي والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر. وتسهم نقطة الخدمات في تيسير تسلم الأوراق وتوفير خطوط الهاتف للاطمئنان على ذويهم، وكذلك توفير الخدمات اللوجستية المجانية من انتقالهم من المعبر وحتى مطار وارسو تمهيدا لعودتهم إلى البلاد. اتهمت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد روسيا بأنها تروج لنظريات مؤامرة تزعم وجود برامج أسلحة بيولوجية أو أوكرانية. وأعربت مندوبة واشنطن خلال كلمتها بجلسة لمجلس الأمن لمناقشة الأزمة الأوكرانية الروسية عن اعتقادها أن موسكو تخطط لاستخدام مواد كيميائية أو بيولوجية ضد الشعب الأوكراني. أوكرانيا ليست لديها برامج للأسلحة البيولوجية، وما من مختبرات للأسلحة البيولوجية الأوكرانية ليس بالقرب من حدود روسيا ولا في أي مكان كان، فهي ما هي إلا منشآت رعاية صحية، وبفخر وأؤكد بفخر تدعمها الحكومة الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية وحكومات ومؤسسات دولية أخرى. في واقع الأمر روسيا هي التي طالما أطلقت برنامج بيولوجي في انتهاك للقانون الدولي.
من جانبه، كشف المندوب الروسي لدى مجلس الأمن فاسيلي نيفينديا أن هناك معلومات عن تنفيذ سلطات كييف مشاريع خطرة ضمن برنامجها العسكري البالجي. وأكد المندوب الروسي أن هناك معلومات عن محاولات كييف تدمير مختبرات لم يكن يسمح للمدنيين بدخولها، وأن هذه المشروعات بدعم وإشراف مباشر من وزارة الدفاع الأمريكية. تؤكد هذه الوثيقة التمويل المباشر وإشراف البنتاغون ومكتب احتواء التهديدات تنفيذ مشاريع بيولوجية عسكرية في أوكرانيا، وجرى تحويل 32 مليون دولار لهذه الغاية. ففي كييف إن المكتب الإقليمي العاشر للصحة وللأوبئة، وفي أوديسا نفس المكتب التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية، وفي الفيف المكتب الإقليمي 28 للصحة والأوبئة لوزارة الدفاع الأوكرانية. أجرى الرئيسان الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ مباحثات هاتفية تناولت الأوضاع في أوكرانيا على خلفية العمليات العسكرية الروسية. وتعد المباحثات الهاتفية هي الأولى بين الرئيسين منذ قمة بتقنية الفيديو كونفرنس في نوفمبر الماضي. وأكد الرئيس الصيني خلال المحادثات أنه على الصين والولايات المتحدة أن يتحمل المسؤوليات الدولية المتوجبة عليهما تجاه الأزمة الأوكرانية. اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز القوات الأوكرانية بارتكاب جرائم حرب، مؤكدا أن كييف تعرقل المحادثات مع موسكو. وذكرت الرئاسة الروسية أن الرئيس بوتين لفت إلى قصف القوات الأوكرانية أحياء سكنية في مدينتي دونسك وميكاييفكا، ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا، محاملا الغرب المسؤولية. وأوضح الرئيس الروسي بحسب البيان أن القوات الروسية تفعل كل ما بوسعها من أجل إنقاذ حياة المدنيين من خلال فتح ممرات آمنة لخروج المواطنين من المدن الموجودة ضمن منطقة القتال، مشيرا إلى إجلاء حوالي 43 ألف شخص من مدينة ماريبول الأوكرانية المطلة على بحر أزوف خلال عملية إنسانية. أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين ناقش العملية العسكرية التي تشنها موسكو في أوكرانيا مع مجلسه الأمني اليوم. كان الرئيس الروسي قد أكد أن هدف ما أسماها بالعملية الخاصة هو تجريد أوكرانيا من قدرتها العسكرية وحماية الأمن القومي الروسي. أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعمليات العسكرية المستمرة في أوكرانيا. جاء ذلك خلال مشاركة بوتين في احتفالية بمناسبة الذكرى الثامنة لانضمام القرم إلى روسيا. وقال الرئيس الروسي إن هدف العملية العسكرية في أوكرانيا يكمن في وضع حد لما وصفه بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان منطقة دونباس. унизительной позиции, из того унизительного состояния, в которое Крым и Севастополь были погружены, когда находились в составе другого государства, и которое финансировало эти территории по так называемому... أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن المباحثات بين موسكو وكييف مستمرة عبر الفيديو كونفرنس، مشيرا إلى أن التواصل بين روسيا وأوكرانيا سينتهي ما يحدث في كييف أو سينهي ما يحدث في كييف بشكل أسرع. ولفت بيسكوف إلى أن روسيا تبذل جهودا كبيرة وهي مستعدة للتفاوض بشأن التسوية في أوكرانيا. من جانبها أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن المفاوضات الروسية الأوكرانية تتضمن بحث مسائل عسكرية وإنسانية وسياسية. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن ما يجرى في أوكرانيا يعكس النهج الغربي الرامي إلى تهميش روسيا. وأضاف لافروف في مقابلة تلفزيونية أن العقوبات ضد روسيا حاليا غير مسبوقة، مشددا على أن بلاده لن تصمد أمام هذا الموقف. الجولة الأخيرة والحزمة الأخيرة من العقوبات تحمل صفة غير مسبوقة، وكما قال بوتين فهناك حوالي 5000 عقوبة أو إجراء تقييدي، وهذا أكثر من أي عقوبات
فرضت ضد كوريا الشمالية أو إيران. ونحن نقول وكنا دائما ما نقول أن العقوبات تقوينا وتعزز قدرتنا. والعقوبات في 2014 عندما لم يتمكن الغرب من قبول رغبة وإرادة سكان شبه جزيرة القرم في الانضمام إلى روسيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي وحلفائه يقاتلون الآن في وسط مدينة ماريوبول الميناء الأوكراني الاستراتيجي المحاصر في جنوب شرق البلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الجور كوناشينكوف في ماريوبول أن القوات الروسية والانفصاليين باتوا يسيطرون على 90% من أراضي منطقة لوهانسك. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بلاده تدعم موقف أوكرانيا في محادثات السلام. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. من جانبه أعرب زيلينسكي عن تقديره للدعم البريطاني لأوكرانيا. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه تحدث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين وأن بلاده تتوقع إحراز تقدم في طلبها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة. وأضاف زيلينسكي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه أجرى محادثات جوهرية مع رئيسة المفوضية الأوروبية وأن رأي المفوضية الأوروبية بشأن طلب أوكرانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي سيكون جاهزا في غضون بضعة أشهر. قال مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن 816 مدنيا على الأقل لقوا حتفهم بينما أصيب 1333 آخرون في أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية وحتى 17 من مارس. ويعتقد أن الحصيلة الإجمالية الحقيقية للضحايا أعلى بكثير من تلك الأرقام حيث لم تتمكن المفوضية السامية لحقوق الإنسان من التحقق من تقارير الضحايا الذين سقطوا في المدن المتضررة بشدة مثل ماريوبول. أسابيع ثلاثة مضت على العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية وأسبوع رابع بدأ منذ اندلاعها في 24 من فبراير الماضي. نزاع اندلع بين طرفين وعمت أصداؤه العالم أجمع. أكثر من 20 يوما مرت شهد النزاع خلالها كل وسائل الضغط العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية وسط تصعيد في معارك العقوبات بين الغرب الداعم لأوكرانيا من جهة وروسيا من جهة أخرى. ورغم تزايد الحديث عن إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين موسكو وكييف تتواصل العمليات العسكرية وتبادل الاتهامات باستهداف مدنيين بين الطرفين. أما على صعيد حصيلة الخسائر في صفوف العسكريين خلال الفترة الماضية فتضاربت الأرقام المعلنة من الجانبين في حين لم تعلن روسيا وأوكرانيا عن أي حصيلة للخسائر في صفوف جيوشهما مؤخرا واكتفى كل جانب بإعلان خسائر الآخر فقط. وعلى خط النزاع تصاعدت أزمة الفارين واللاجئين إلى دول الجوار لتزيد المشهد تعقيدا مع تواصل التحذيرات الأممية من تدهور أوضاعهم الإنسانية. وما بين الأوضاع على الأرض والتحذيرات العالمية يبحث الناتو عن تأمين نفسه من المارد الروسي بخطط جديدة تشمل نشر مزيد من القوات والدفاعات الصاروخية في شرق أوروبا.
أعربت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أن بلادها تأمل في إجلاء مدنيين من مدن وبلدات على خط جبهة القتال مع القوات الروسية من خلال 9 ممرات إنسانية. من جانبه أوضح حاكم منطقة لوهانسك الواقع بشرق أوكرانيا أن القصف المتكرر الذي تشنه القوات الروسية يحول دون إجلاء المدنيين من البلدات والقرى الواقعة على الخط الأمامي. هذا وتأمل السلطات الأوكرانية في التوصل لاتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار بحلول السبت من أجل السماح للشاحنات بتوزيع الغذاء والدواء وغيرهما من المساعدات. أعلن حرس الحدود البولندي أن أكثر من 2 مليون لاجئ دخلوا بولندا قادمين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية. هذا وأوضحت بولندا أن النسبة الأكبر من اللاجئين من النساء والأطفال. أعلن رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستورا أمام البرلمان أن بلاده تعتقد أنها ستستقبل قرابة 30,000 لاجئ أوكراني هذا العام، لكنها تستعد لوضع يصل فيه عدد اللاجئين إلى 100,000 مع فرار المزيد من الأوكرانيين بعد العملية العسكرية الروسية. كانت السلطات النرويجية قد أعلنت في وقت سابق وصول نحو 2,000 لاجئ من الأراضي الأوكرانية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يصبح مستقلا وبشكل عاجل عن واردات الغاز الروسية. وقال دي مايو في مؤتمر صحفي مع نظيره الهولندي فوبكا هوكسترا إن هذه المسألة تتطلب تنسيقا قويا وتنويعا في الإمدادات والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أهمية دعم تبني إجراءات في الاتحاد الأوروبي للحد من التأثير على الاقتصاد الأوروبي بسبب الارتفاع في تكلفة أسعار الطاقة. حضت وكالة الطاقة الدولية الحكومات على تطبيق إجراءات فورية لخفض الاستهلاك العالمي للنفط في غضون أشهر على وقع المخاوف المرتبطة بالإمدادات الناجمة عن العملية العسكرية في أوكرانيا. هذا وأفادت وكالة الطاقة الدولية أن المقترحات العشرة التي وردت في تقريرها وتشمل زيادة العمل عن بعد وخفض الحدود القصوى للسرعة بإمكانها خفض الاستهلاك بالاقتصادات المتقدمة بنحو 2,700,000 برميل يوميا خلال الأشهر الأربعة المقبلة. بينما تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تكثف مختلف دول العالم من إجراءاتها للسيطرة على موجة التضخم التي فجرتها الأزمة. محاولات مختلفة من المحيط إلى الخليج تحاول كبح جماح التداعيات السلبية اللازمة للأزمة الأوكرانية وسط مخاوف من إطالة أمدها. إجراءات اقتصادية عديدة اتخذتها عدة دول في محاولة للسيطرة على موجة التضخم التي تضرب الكثير من البلاد متاثرة بتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي ألقت بظلالها على العالم. في الولايات المتحدة وبهدف السيطرة على ارتفاع التضخم أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع معدل الفائدة الأساسي بربع نقطة مئوية في أول زيادة للمعدل منذ بدء تفشي فيروس كورونا. رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أكد أنه على الرغم من أن عودة التضخم إلى الهدف البالغ 2% سيستغرق وقتا أطول من المتوقع، إلا أن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد وقادر على الصمود أمام رفع معدل الفائدة. وفي القارة الأوروبية رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي، حيث صوتت لجنة السياسة النقدية بالبنك لصالح زيادة ب 25 نقطة أساس، حيث صوتت لجنة السياسة النقدية بالبنك
لصالح زيادة ب 25 نقطة أساس لسعر الفائدة الأساسي للبنك، مما رفعها إلى 75%. وسجل التضخم في المملكة المتحدة بالفعل أعلى مستوى له في 30 عاماً قبل العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وسيؤدي إلى مزيد من الضغط التصاعدي على توقعات التضخم للبنك المركزي. وفي الأردن لم يختلف الحال كثيراً، فقد أعلن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس، وذلك لكبح الضغوط التضخمية. وبهذا ارتفع سعر الفائدة بالأردن إلى 2.75%. وجاء ذلك القرار بحسب البنك في إطار المتابعة المتواصلة لأسعار الفائدة والتطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك لاحتواء الضغوط التضخمية المتوقعة في ضوء تصاعد معدلات التضخم عالميا. إذن هو صراع كبير تخوضه الكثير من دول العالم في محاولة للتأقلم والتخفيف من تداعيات الأزمة الأوكرانية وموجة التضخم العالمية على الاقتصاد العالمي. أكد برنامج الأغذية العالمي أن سلاسل إمداد الغذاء في أوكرانيا تنهار في ظل تدمير قطاعات من البنية التحتية وخلو الكثير من متاجر البقالة والمخازن من السلع. وقال منسق الطوارئ المعني بالأزمة الأوكرانية ببرنامج الأغذية العالمي جاكوب كارن إن حركة السلع تتباطأ بفعل انعدام الأمن وعزوف السائقين، معربا عن مخاوفه بخصوص الوضع في المدن المحاصرة مثل ماريوبول حيث تنفذ إمدادات الغذاء والمياه. قالت منظمة الصحة العالمية إنها تحققت من 43 هجوما على منشآت للرعاية الصحية في أوكرانيا. وأوضح مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بأن الهجمات أسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات من العاملين في مجال الصحة. وأكد أدهانوم أنه في أي نزاعات تعتبر الهجمات على القطاع الصحي في أوكرانيا انتهاكا للقانون الإنساني الدولي دون أن يحدد المسؤول عن الهجمات. السادسة متواصلة مع حضراتكم وتتابعون فيها. البرهان وسلفا كير يؤكدان التزامهما بإرساء السلام وبسط الاستقرار الوطني والإقليمي. أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس جمهورية جنوب السودان سالفا كير مياراديت التزامهما بإرساء السلام وبسط الاستقرار على الصعيدين الوطني والإقليمي وفي منطقة القرن الأفريقي. وأوضح مجلس السيادة السوداني في بيان له صحفي أن البرهان وسالفا كير عقدا في جوبا جلسة مباحثات مشتركة ناقش فيها التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاقية المنشطة للسلام بدولة جنوب السودان، كما تطرقا للأمن والسلم الإقليميين. دعا نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو كافة قطاعات الشعب السوداني إلى الوحدة والتكاتف وقبول الآخر دون إقصاء لأحد، وشدد على أهمية تصفية الضمائر لينهض السودان وتخف معاناة الشعب السوداني التي استمرت طويلة. وخلال افتتاحه أكاديمية السودان البحرية في مدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر، طالب دقلو كل أبناء الشعب السوداني بالتمسك بالوحدة والقيم الوطنية ومحاربة القبلية والتفرغ لاستغلال موارد المياه البلاد الكبيرة.
وإلى اليمن، أعلنت قوات الجيش اليمني مقتل وإصابة 10 عناصر من قوات الحوثي في معارك بجبهة في يافع الحدودية بين محافظتي لحج والبيضاء. ووجهت قوات الجيش ضربات مدفعية دقيقة على تجمعات قوات الحوثي التي تنخرط بصفوفها عناصر متطرفة لدى محاولتها تنفيذ هجوم بري. وأسفرت ضربات الجيش اليمني عن تكبد قوات الحوثي خسائر فادحة. هنأ فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقوات المسلحة قادة وضباط وجنود وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى 33 لتحرير طابة والذي وافق 19 مارس من كل عام. وخلال التهنئة أكد مفتي الجمهورية أن تحرير طابة ما كان ليتم إلا ببذل أرواح الشهداء وبالجهد والمثابرة حتى استطعنا تحرير آخر شبر محتل من أرض مصرنا الغالية. كما أوضح الدكتور شوقي علام أن هذا اليوم العظيم يعد رمزا ودليلا على البطولات والتضحيات العظيمة التي قدمها ويقدمها الجيش المصري وما تقوم به الدبلوماسية المصرية من أجل رفعة الوطن وإحراز حريته واستقلاله. شارك وزير التنمية المحلية محمود شعراوي باحتفالات الذكرى 33 لعودة طابة للأراضي المصرية واحتفالات العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء. هذا وأكد وزير التنمية المحلية أن استثمارات الدولة في شبه جزيرة سيناء تجاوزت حوالي 650 مليار جنيه خلال 7 سنوات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية مستمرة في عملية البناء والتعمير وإقامة العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية بمناطق محافظة جنوب سيناء. على أنغام هذه الموسيقات العسكرية انطلق الاحتفال بالذكرى 33 لتحرير طابة ورفع العلم المصري ليرفرف في سماء جنوب سيناء التي عادت بالكامل لسيادة هذا الوطن في مارس من عام 1989. احتفال جاء بحضور عدد من الوزراء وأهالي سيناء تعبيرا عن اعتزازهم بهذه الذكرى الغالية وتأكيدا على تمسك الدولة بكل شبر من أراضيها. المحافظة هنا والمدينة بصفة خاصة إن شاء الله بتحظى بتنمية شاملة على مستوى يمكن هي من أولى المحافظات التنمية اللي أصبحت بيئة خضراء فيها بإذن الله تعالى. زي ما شفنا جنوب سيناء هي مقصد سياحي وتراثي، والاهتمام بها إزاي من خلال سياسية لأصغر شخص موجود. هذه اللحظة التي نرفع فيها العلم على هذه البقعة الطيبة من أرض مصر سبقتها لحظات قوية وكبيرة ينبغي أن تدرس وأن تدرس وأن تكون في وعيك عندما تتكلم وتعمل لأجل مصر. الاحتفال بالذكرى 33 لتحرير طابة يتزامن مع قطار التنمية الذي وصل لطابة بإقامة العديد من المشروعات التي يأتي على رأسها إقامة 120 منزلا بدويا بقرية رأس النقب، الأمر الذي عاد بالفرحة على أهالي طابة خلال هذا الاحتفال. 33 عاما على استرداد هذه المدينة التي عادت بدون إراقة دم واحدة لتظل سيناء شاهدة على كفاح وبطولات عسكرية وسياسية مصرية. استعادت مصر في 19 سبتمبر من عام 1989 أرض منطقة طابة، هذا الجزء العزيز من أرض سيناء الحبيبة. فبعد سنوات من الكفاح القانوني الدولي، وفي 29 سبتمبر من عام 1988 أصدرت هيئة التحكيم في جنيف حكما تاريخيا بمصرية طابة خالصة. 33 عاما مضت على رفع العلم المصري على أرض طابة بعد انسحاب إسرائيل منها، مشهد لن يمحى من الأذهان.
سجله التاريخ بالصوت والصورة. في 19 من مارس من عام 1989 جنت مصر ثمار سنوات من الجهد والكفاح لاسترداد آخر كيلو متر مربع كان محتلا من أراضيها، لتضرب نموذجا كان الأول من نوعه في استرداد الأرض دون قطرة دم واحدة عبر طرق دبلوماسية سلمية خالصة كان المحكم الدولي طرفا أساسيا فيها. طابة قصة استرداد مدينة كانت تعتبرها إسرائيل بوابتها لسيناء، فطابة تبعد نحو 240 كيلومترا عن مدينة شرم الشيخ، وتمثل مثلثا قاعدته في الشرق على خليج العقبة، وضلعه شمالي بطول 1000 متر وآخر جنوبي بطول 1090 مترا، ويتلاقى الضلعان عند النقطة التي تحمل علامة 91، وهي النقطة عنوان القضية. فبعد حرب 73 عادت مسألة الحدود الآمنة لتطرحها إسرائيل، وقررت توسيع الأقاليم التي تحيط بميناء إيلات وإقامة فندق سياحي في طابة دون إبلاغ مصر، وتحديدا عند العلامة رقم 91، لتبدأ مصر معركتها لرد هذا الزحف الغادر، خاصة بعد اكتشاف مخالفات إسرائيلية حول 13 علامة حدودية أخرى. مصر أكدت تمسكها بموقفها المدعوم بالوثائق الدولية والخرائط التي تثبت تبعية تلك المناطق للأراضي المصرية، وعقدت اجتماعات عدة رفيعة المستوى لبحث إيجاد حل للأزمة دون جدوى، حتى طالبت باللجوء إلى التحكيم الدولي لحل النزاع. وجاء الحكم الفصل بقيادة قوة الدفاع ووجهة النظر المصرية مع ضعف حجة وجهة النظر الإسرائيلية، لتصدر هيئة التحكيم التي عقدت في جنيف بالإجماع حكمها التاريخي بمصرية طابة في 29 من سبتمبر من عام 1988. وبعد الحكم حاولت إسرائيل المراوغة مرة أخرى لعدم التنفيذ، لكن الدولة المصرية رفضت كل العروض والمناورات، وتم حسم الموقف عن طريق اتفاق روما التنفيذي في 29 من نوفمبر من عام 1988، لتسدل مصر الستار على تلك القضية برفع العلم المصري فوق أراضيها عام 1989 وعودة طابة إلى حضن الوطن. وقعت الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع جامعة طنطا بحضور مدير الكلية الفنية العسكرية وعدد من أعضاء هيئة التدريس ورئيس جامعة طنطا وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية. واشتمل البروتوكول على التعاون للاستفادة من إمكانيات الطرفين لتنفيذ بحوث تطبيقية لدعم نقل وتسويق التكنولوجيات والاشتراك في المؤتمرات العلمية وورش العمل وتنفيذ المشروعات البحثية التطبيقية وبحوث التكنولوجيا، وكذلك مشاريع التخرج للطلبة والدراسات العليا. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل الحكومة جهودها بتوفير السلع واحتياجات المواطنين مع قرب حلول شهر رمضان الكريم في إطار معارض أهلا رمضان. وتقام معارض أهلا رمضان في 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية لتوفير المستلزمات والسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة. تحركات من الحكومة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير السلع واحتياجات المواطنين مع قرب حلول الشهر الكريم، فتجد هنا بأحد معارض أهلا رمضان المقامة ب 1300 مجمع استهلاكي على مستوى محافظات الجمهورية كل ما يحتاجه البيت المصري بنسب تخفيضات تتراوح ما بين 20% إلى 30% مقارنة بمثيلتها بالأسواق. بالنسبة للمخزون الاستراتيجي احنا موجود عندنا، احنا في احد المجمعات دلوقتي في مخزون استراتيجي على الاقل يكفيه 3 شهور كامله، وفي طبعا المخزون الاستراتيجي بتاع الشركه كلها حوالي 6 شهور. فضخ السلع بكافة المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة تصل ل50% يوميا وإقامة معارض أهلا رمضان بنفس المكان يجعل المواطن يحصل على احتياجاته كاملة من المنتجات والسلع الأساسية اللحوم والدواجن ويميش رمضان بالتزامن مع الإقبال المتزايد هذه الأيام. دولة
عن طريق المجمعات الاستهلاكية قايمة بمجهود كبير جدا عن طريق وزارة التموين والشركة القابضة بتوفير جميع السلع الأساسية للمواطنين وبأسعار مخفضة عن السوق الخارجي. الفرق جامد طبعا، أنا بره إزازة الزب ب 35 وب 32، هنا لقيتها تقريبا ب 22 أو 21، والسكر ب 10.5 بره ب 13، عشان كده أنا شفت الكلام ده على النت عشان كده جيت يعني. الأسعار مناسبة جدا للمواطن المصري ويقدر يجيب كل احتياجاته، وشايف تنوع في المعروضات اللي موجودة من لحوم ومجمدات وسلع غذائية زي ما انتم شايفين، وحاجة رمضان أنا شايف فيه إمكانية أن معظم الناس تقدر تشتري الحاجة بتاعتها. هو حقيقي ده دور الدولة الحقيقي في الفترة اللي احنا فيها ديت، وفي الأزمة اللي الدولة ملاش علاقة بيها بس لازم تقف جنب المواطن. وأنا شايف يعني دخلت أكتر من مكان بصراحة الأسعار ممتازة جدا مقارنة بالأماكن الأخرى، يعني بدون سجر أسميها الأسعار أوفر قوي، هنا لا تقريبا في جودة، أنا اللي يهمني إن في جودة. كما تطرح المنافذ الاستهلاكية كراتين رمضانية بأسعار متنوعة وبنسب تخفيض لتناسب كافة المواطنين. معارض أهلا رمضان المقامة بالمجمعات الاستهلاكية هي إحدى الخطوات التنفيذية التي تقوم بها الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين مع اقتراب الشهر الفضيل، في وجود مخزون استراتيجي يكفي احتياجات البلاد لأشهر قادمة. سالي سالم، التلفزيون المصري. مشاهدينا الآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال مع رجاء رمزي. إليك رجاء. شكرا أميرة، شكرا فاطمة. مشاهدينا أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. أهلا بكم. أكد وزير البترول طارق المولا أن نجاح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ووجود فائض فتح آفاق كبيرة للتوسع في صناعة القيمة المضافة. وخلال لقائه رئيس مجموعة شاندريس هيلاس اليونانية أشار المولا إلى تنامي نشاط تجارة وتداول الغاز المسال وبقوة في ظل تزايد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، مشيرا إلى المبادرة التي أطلقها منتدى غاز شرق المتوسط لتموين السفن بالغاز المسال في إطار التوجه العالمي للحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات. ونتحول إلى أسواق المعادن النفيسة مشاهدين، حيث ارتفعت أسعار الذهب في منتصف التعاملات رغم انخفاضها في الصباح، ذلك على خلفية الأزمة الأوكرانية. ارتفع سعر الذهب في العقود الأجلة بنسبة تصل إلى 0.25% بعد تراجعه ليصل إلى نحو 1937 دولار للأوقية. على صعيد المحلي سجل الذهب عيار 18 نحو 769 جنيها للجرام، فيما سجل الذهب عيار 21 896 جنيها للجرام، في حين سجل الذهب عيار 24 جنيها. وصل سعر جنيه الذهب إلى نحو 7168 جنيها. قال مصدران في تكتل أوبك بلس إن امتثال التكتل بخفض الانتاج ارتفع إلى 136% في فبراير الماضي من 129% في يناير الماضي. تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى انتاج أوبك بلس الشهر الماضي كان يقل 1.1 مليون برميل يوميا على المستوى المستهدف. كانت الوكالة قد توقعت أن تواجه سوق النفط عجزا في الإمداد يصل إلى 700 ألف برميل يوميا في الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بسبب تعطل محتمل للنفط الروسي. قالت الوكالة إن أسواق النفط قد تخسر 3 ملايين برميل يوميا من النفط الروسي اعتبارا من أبريل المقبل، مع فرض عقوبات غربية على موسكو وإحجام المشترين عن الخام الروسي. مشاهدينا نهاية هذه الفقرة الاقتصادية، عودة إلى الزملاء مجددا إليكم. شكرا لك رجاء رمزي. انتهت نشرة السادسة ولا يتبقى منها سوى تذكرة بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يتابع المشروعات القومية بمنطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية ويستمع لمطالب المواطنين. ف
فريق الإغاثة الدولي الثاني التابع للهلال الأحمر المصري يفعل نقطة خدمات إنسانية على الحدود الأوكرانية البولندية. أمام جلسة لمجلس الأمن موسكو تتهم واشنطن بدعم أوكرانيا بأسلحة بيولوجية والأخيرة تستنكر الاتهام. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري، نشكركم على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.